ان الشخص الوحيد اللي قابلته في الدنيا بياكل فسيخ وايديته بريحتها عادي. ريحتها من على بعد. بشم ريحه الخروف فيها مش عارف ليه. الكوارع. انا بشم ريحتها من على بعد يعني مش تمام. بس لما بيجي عندنا مهتد مع سمك. اعرفوا بقى معلومه بس دي بقى مالهاش دعوه بالقران بقى. دي معلومه ليها دعوه بالحبسجيه. تعرفين؟ واحنا شجعناه يقوم يعمل اكل. اعمل باللي عندك. لو ما عندكش حاجه بقى لا احنا مش قصدنا حاجه والله احنا بنقول لكم معلومات اي والله ازيكم يا حلوين عاملين ايه جينا لكم النهارده باجمد تحدي على الاطلاق تحدي الحواوشي بوش بيتزا بصوا هو شكله رهيب فعلا هو حركه بتعمل ايه حركه محمد بقى عنده مشكله خليه هو يشرحها بقى اشرح بقى مشكلتك عايشة معايا بقى لها 19 سنة ولا 20 سنة. ما تعرفش قال ايه البنت ما تعرفش اللي انا ما باكلش الخضار ما بحبش وجابالي الاكل بخضار وانا بقى المطلوب مني اللي انا اقعد انضفه قبل ما اكل عارفين بقى انتوا اللي هو انا جعان بقى انضف واحده واحده فده رد عليه والنبي بجد ردوا عليه عشان بجد الموضوع يشل انا نسيت الله يا جماعه نسيت الله انا نسيت فعلا وانا هي نسيت انا اتبهدل يا جدعان الحواوشي بوش حلو بيتزا حلو قوي يا جماعه عبتو مش حواوشي دي رهيب دي حاجه كده حلو قوي هو مش طايقنا علشان موضوع الخضار لا وبجد يا جدعان تعبان قوي تعبان بجد ليه بقى؟ عشان النهارده ان شاء الله كنت في المايه الصبح كان بيصطاد وبيغطس وبيعوم وبيبلبل اكيد حركات وحشكه ونفسي انام والدنيا بايظه خالص ويعني انا كنت مستني الاكل عشان اكل وانام فاهمني اللي هو ايه؟ لقيت بقى في تهمة اكبر اللي هو انا لسه هنضف يا زميلي فدانا الناس عشان عودتك دي المفروض يعملوا كام لايك هم بقى هم وضميرهم هم ونصيبهم هم وضميرهم 3000 لايك عشان خاطر حركات يا جدعان بالظبط يا جماعه لازم تجيبوا له 3000 لايك عشان تقولوا مرحب بعودتك لينا مرحب يا فندينا يلا نبتدي التحدي بص هو مش تحدي احنا جعانين جدا بس قلنا ناكل معاكم يلا بقى نبتدي التحدي ولا ايه؟ تمام بس اخر واحد هخلصه يعني اكتر لا انا ماليش دعوه ما تسيبنيش معاكم في لا انت معايا التحدي لا مفيش الكلام ده لا ما فيش حد فينا هيكمله بس هنعد لما نخلص هنعد في كام قطعه فاضله عند كل واحد طيب ماشي ما انتوا كده محمد هيكسب ليه عشان انا جعان؟ لا عشان انت بتاكل كتير اكتر من قصدك ايه يعني؟ قصدك عشان الكيش اللي طالع انا راجع الجيم تاني انتظروني انا مش جاي يلا يلا نبدا استنى بس قبل ما نبدا التحدي ما تنسوش ايه؟ اعملوا لايك ولو انت جديد في القناه سبسكرايب وتفعل زرار الجرس البنت من ساعتها ولو انت جديد في القناه اتفرج على كل الفيديوهات بس الصراحه عشان كده باصص لها موضوع كبير يعني انا عمال انضف انا لسه كل ده منضف انا بقالي قبل ما يبتدوا الفيديو طب كل اللي انت نضفته كل اللي انت نضفته عشان نبتدي التحدي مع بعض احنا جعانين بسم الله الرحمن الرحيم يلا افتح المخلل حاجه حرشه حاجه حرشه برشه كده ناكلوها المخلل اللي ده عيش بلحمه بالوش بيتزا يعني اه ومن اسكندريه بيقولوا بيقولوا حواوشي صح؟ ما اعرفش بس هو في صدق كمان كراوي بيقولوا حواوشي يعني بيقولوا عيش بلحمه بسطرمه في هو خلطه لا حواوشي اسكندريه ايوه حواوشي حواوشي اللي يعرف ال هو المفروض الاسكندريه بيقولوا عليه حواوشي صح كده؟ احنا كعجمويه بنقول عليه ايوه يا زميلي انت بديتي ليه كلتي ليه؟ بسم الله سلم ما سميتي الله عليه هري انت عمرك ما سميتي الله في اكل عليه بسم الله الرحمن الرحيم ولعنة مش عيش بلحم دي حاجة كده هو اصلا اللي يشوفه هيقول عليه بيتزا انا قدام مقطعه وبتاع سخن فيها كده ايه المرمطه دي؟ وراني الناس من جوه بحب اشرب وانا باكل قوي هو من جوه قلب لحمه يا جدعان سخن قوي يعني اللي معايا ده صدق باين لا ميكس هو ميكس ميكس بس ترمى على صدق الراجل ده كريم قوي يا بابا ما هو ايه ده؟ ايه رايكوا في الاكل يا جماعه؟ هو بجد ايه الفكره اللي احنا مأكلوا الناس معانا يعني؟ ايوه عشان ياخدوا الناس مش هتكون اي حاجه افرضوا في حد بيتفرج على الفيديو مثلا بالليل خالص وهو جعان ومفيش اكل في البيت انا على طول كده والله العظيم عادي علينا والله احنا لما بنتفرج على تحديات اكل بنبقى في الوقت ده بصوا بقى لو حد جعان واحنا شجعناه يقوم يعمل اكل اعمل باللي عندك لو ما عندكش حاجه بقى ادعي لك ايوه بالظبط
كمان انا بجوع ساعات بالليل خالص ومش بيبقى فيه حاجات جاهزه في البيت. اقعدي بقى احسدي اللي بياكل. بنام. بنبتدي ننام. بننام وبنام. بيحط توبه وينام. محمد الطماطم. لولا ان الفيديو ده شغال كان زمان محمد شهدها ما عليهاش تيما لا تقدر بثمن. قال لها ده في خضار جوه وبره. يعني هو نضف الخضار اللي بره خضار جوه وهيولع فيا دلوقتي. نسيت. مش طب تدوب احنا ما نعملش فيه. انا جعان. تعالى اي حاجه. مستحيل لو ما اشوي سمك دلوقتي خالص. انا مش هقدر اقف قدام الشوايه. جبت سمك؟ احنا؟ محمد استاذ سمك يا جماعه. انا البطاطا مهدلي قدامي اصلا. سمك صغير ولا كبير؟ جبت سمك بطاطا. جبت بطاطا ودنيس. اللي هو كده قد كف اليد؟ لا حلو يعني. لا حلو. اكبر واحده اللي انت جبتها في مطروح صح؟ كده. لا جبت النيس اكبر من ايه؟ لا والله. جبت حته سباكات مطروح ماشي. ميرا. بكره نازل برضه. حرام عطاها في نص بطنها. لا انا اللي معايا دولت يا جدعان عادي على فكره عامة عشان بس الموضوع حرام اللي هو بيعمله. دي حاجه طبيعيه زي ما انت بتصطاد سمكه بالصناره انا بصطاد سمكه بالبندقيه. نفس الحاجه يعني بس انا اللي معايا السمكتين اللي معايا جوه حاليا سمك كله اللي جوه مضروب في عينه. يا امي. كله مضروب في عينه، مفيش سمكه مضروبه في بطنها، كله مضروب في عينه. حددهم سمكه. ليه مضروبه في عينه يعني عادي يا اخي الصراحه اللي انا نشن على عينه مخصوص مش عارف ليه بس اللي هو ايه. حرام عليك يا ابني. هي بتموت. لا عشان جسمها سليم ناكله. هي جسمها بيبقى موت وبتموت اسرع يعني ليه ايه خلاص الضربه بتموتها بقى مش مستنى تضربها في بطنها وتفضل تعافر وتتعب في نفسها اكتر، لا خلاص انا بجيبها اجلها من عشان ما يتعبهاش. دي حاجة عادية تمام. دي حاجة عادية مش حرام يعني مثلا او ده فطيرة، لا دي حاجة عادية بسيطة. عشان يجي ناس تطلع تقول لنا حرام بس. وبسمي اللبن ده قبل ما اضرب سمك. بجد والله؟ وبعد ما بيصيرها بنذبحها. دي واحدة ما تفهمش أي حاجة. ودي واحدة مش معانا يعني. مش معذرة. حسيت دي مدي ايده في البتاع ده ليه؟ هو ايه؟ ده بابا غنوج؟ بابا غنوج. هو يا ترى بغنوك ده سنة كام؟ احنا ممكن نعمل ناخد دول ازاي؟ دول منين؟ بالحته اللي بتبقى في الاخر دي من حاجه اللي عايزه كلكم لو كلكم شباب ما بتاكلوش البتاع اللي في الاخر دي ما بتاكلوش حاجه عادي. لا عادي انا باكل كله. انا ما باكلش حاجه. حرام احنا بنحل بيها بقى. من ايوه هو عامة حرام. اللي انت ترميه حرام تترمى. تيجي مرات يوم القيامة. لا هو على فكرة الكلام ده بجد حرام. ده في كمان آية أو حاجة زي كده أو سورة حاجة الله الله أعلم عشان بس ما نطلعش في الحكاية أو كده حكالي حاجة زي كده واحد ما دخلش النور بتهيألي بسبب اللي هو كان ما دخلش الجنة بقى ما دخلش النور هو كان هيخش النور بس ما دخلش بسبب الموضوع ده الله أعلم برضو دي حاجات من اللي هي الناس بتحكيها زمان اللي يعرف يقول لنا في الكومنتات اللي هو الناس اللي بيقعدوا مثلا الأب بيحكي لابنه الكلام ده فتحكي لي حاجه زي كده اللي هو دخل الجنه عشان كان بيحافظ على الاكل مش عارف كان عامل ايه كده في رقبته وهو بياكل اللي هو الفتافيت دي بتقع فيها فبيلمها تاني واكلها فعشان كده ربنا دخله الجنه حاجه زي كده بس الله اعلم برضه عشان ما فيش ياما ومحدش يقول انت بتفتي وبتتدخل في كلام ربنا يا جدعان لو كل واحد فينا حسب الفتافيت اللي وقعت منه فعلا وهو بياكل لو بنطلع لازم مش عارف هتقطعه كده ازاي؟ متقطع الظروف كلها الظروف؟ طب ليه؟ انا باكل وش الرغيف بس ما باكلش ظهره؟ اللي هو ده؟ وشه بس طب تعرفوا بقى معلومه؟ بس دي بقى مالهاش دعوه بالقران بقى دي معلومه ليها دعوه بالحبسجيه تعرفوا لو انت قاعد مع واحد مسجون قبل كده ما ينفعش تقلب الرغيف على ظهره؟ نعم لو الرغيف مقلوب على ظهره يبقى انت كده بتنتدب يعني انت اللي هو ايه بتقول له تعالى اعارك معايا والله العظيم وممكن وانتوا على الاكل يروح ساحب عليكم ومعارك ما هو محمد ما اتحبست قبل كده بس لا ايوه بس اللي هو ايه والله بجد بس المعلومه دي انا اول ما اعرفها طب ليه يعني؟ اسالوا في المعلومه دي وقول لنا في الكومنتات اسالوا في المعلومه دي ولو في حد اتحبس قبل كده سوابق يقول لنا في الكومنتات المعلومه دي بجد لا بس بجد اقسم بالله في ناس قعدت معايا وحكوا لي الحوار ده الرغيف لما بيتقلق والله العظيم بجد يعني لو انا قاعد معاك باكل معاك ولقيت الرغيف مقلوب على ظهره اروح اسحبه مع ورك انت جاي تتندبني
مسايب عليك كلب يا عم. ولا ايه الشغله دي؟ ما الحمد لله. ودي من عجيب الدنيا السفر. بس عشان ما يتعلموش حد. بس ما يتعلموش حد يعورنا. لا احنا مش قصدنا حاجه والله. احنا بنقول لكم معلومات. اي والله. جاب ورق. بقول لك يا اختي محمد حرفيا ما تجيبش ورق. طلعت نفسي بره الحوار عشان اللي جيت عارف كده مع محمد حرفيا. ايه ثاني يا جدعان؟ انت جعان جعان حركته ما كانتش بتتكسر. عشان انا قاعد انضف بقى انا فاضي. مش لازم اكل، المهم التنظيف. اهم حاجه علينا ناكل. الفيديو يخلص. يقولي طب يهددني، يقولي الفيديو يخلص بس. مش هنخلصوه. خليك تهدم من الاكل. ما مش فيها حاجه. هنضف الخضار واعادة تحت منه ويفتح بقها ويرمي الفلفل والطماطم جوه بقها. انا ما عنديش مشكله فيهم. انا مشكلتي لما بيحطوا في الاكل ويتسخروا مع الاكل ده طعمه ده هي بتدي طعم اصلا دي مشكلة. الطماطم انا باكل الطماطم هو بقى الطعم ده ما بيحبش باكل كل حاجه بس انا مشكلتي في الفلفل لما بتتسخر مع الاكل دي مشكلة. يعني انت بتاكلش الفلفل يعني بالصلصه لا انا ممكن اكل دي عادي كده زي ما هي وطماطمايه معاها كلها بس طماطمايه زي ما هي بس مش مسلوقه مع الاكل ايوه ما حدش عمل فيها زي ما هي كده زي ما ربنا خلقها كده كلها عادي. طب قرفت من حاجه قبل كده ولا ده مش حوار قرف انا الطعم ما بيعجبنيش عادي بس طبعا. انا عشان جعان زي ما عندنا الاخ محمد رجع مش بيحب السمك عادي ازاي يا جدعان اسكندراني ما بيحبش السمك بس لما بيجي عندنا معتزم على سمك المشكله كمان مش اسكندراني بس كئيبه يعني سبحان الله والله المشكله مش في اللي هو اسكندراني بس ايه ده استنى نسيبه وبيستوي السمك طب ازاي؟ غطوس كمان لا والله تبقى بصوتها بجد ماما مثلا تقول لي ايه عازمين محمد على الغدا اقول لها ماشي اكلمه اقول له انت هتغدى معانا ماما هعمل سمك ماما محمد ما باكلش السمك طب ما هي على فكره انا اطول منهم بسبانخ انا اطول منهم هما الاثنين بس عشان كده مديني اقصر كرسي فانت هتحس ان انا قصير بس انا اطول منهم هما الاثنين قبل الفيديو عليا اتحايل عليه قلت له محمد اديني الكرسي الثاني عشان الكرسي التاني طويل فطلعها طويله بقى طب تخيلوا ان هو اطول واحد وباين قصير على الكرسي ده اما انا لو كنت قعدت عليه كان منظري هيبقى عامل ازاي؟ ما كنتش هبان من الترابيزه اصلا بصوا انا سبتكم تتكلموا وكلت نص رغيف انا جعان جدا قولي بسم الله ما شاء الله انا مشكلتي في الطعم بس التحدي لا وده مش تحدي انا بالنسبه لي يا جدعان ده مش تحدي لا انا بحكم عليه لا لا حوار الفلفل ده لا بس ما تنكرش ان الحلو ما هو بقولك الطعم خالص تصدق فعلا الطماطم ليها طعم عشان ما بقتش اركز معاها بيبقى ليها طعم بس حلو انها مشكله عويصه انا برضو في حاجه كمان ما ايوه كده اتكلم مع الناس انت وحشهم اصلا اللحمه الضاني وريحتها مثلا يا لهوي انا بقى ما قلتش استغفر الله العظيم احنا الثلاثه ما بنحبهاش وانا بحب الحاجات انا ما اقدرش اقعد على الاكل وفي الاطباق لحمه ضاني بشم ريحتها من على بعد بشم ريحه الخروف فيها مش عارف ليه والكوارع انا بشم ريحتها من على بعد يعني انا وانا داخل الشقه بشم ريحه اللحمه بعرف اللي فيه لحمه ضاني في البيت بقول لا انا مش عارف بجد لا ولو اكلتها يا لهوي تبقى ليله سودا لو اكلتها دخلت بقي بالغلط ماما بقى بتعمل فينا ايه بتحطها وتعمل نفسها دي مش ضاني اول ما اكل انا بس اتعب طبعا دي اللي هي ضاني بتحصل بقى مجزره في البيت ما بحبش اللحمه الضاني بجد بتحاول تغفلنا بس ما بنتغفلش حقيقي كبرنا ما بحبش السبانخ بس لما عاد بيجي نضطر نعملها له عشان انا بحبها لا انا ما بحبش السمنك بس باكلها يعني ما بحبهاش بس اكلها عادي انت عارف ان حركات عمره ما مسك فسيخه في حياته لا ما ينفعش يعني لو في يوم عملنا فسيخ عمره ما لازم ماما تعمل له تغسله له خالص عن الشوك وعن الكلب وعن اي حاجه وبياكله يعني فعلا الشخص الوحيد اللي قابلته في الدنيا بياكل فسيخ وايديته تبقى ريحتها عادي ما فيهاش اي ريحه فسيخ لا ممكن يحصل له حاجه ما ينفعش صبعي كده اقرب ايدي كده عشان ريحه فسيخ لا لا كنت اعمل له سندوتشات بياكل سندوتشات فسيخ ولا تقول لي اغسل ايدك لا 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 الريحه ما بتطلعش اصلا انا مفيش حاجه الفسيخ ملوش متعه على الدم ده انا بالنسبه لي ريحه السمك اللي هي الزفاره
بمسك السمك وبعمله بتعامل معاه في الميه وبتاع، بس مجرد ان انا بخش الحمام اول ما اوصل البيت خلاص انا ريحه الزفاره دي راحت، الناس بتتعامل معايا عادي، وبرده الناس القريبين مني عارفين كده اللي هو ما... لا انا مش ريحتي زفاره، بس السبسيخ اه باكل البوري وبمسكه عادي، بس لما بيبقى في سيخ عايز انا شبعت. احنا بقى دلوقتي كنا حكينا لكم شويه حاجات عن حياتنا، وكمان عملنا تحدي الاكل ده يا رب يعجبكم. ما تنسوش طبعا زي ما قلت لكم اللايك والشير والسبسكرايب، وفعلوا الجرس لو انت اول مره بتشوفنا، وتنزل كده تتفرج حبه كده علينا على القناه وتتفرج عليها، ويبقى كده خلصنا الفيديو بتاع النهارده. باي.